الأرنب والنيص. في يوم من الأيام عاشت عائلة من النيص في أحد حقول اللفت، وكان على الوالدين أن يسافرا، فظل الأخوان التوأم وحدهما تماما. إنه يحتاج إلى إنه يحتاج إلى إنه يحتاج إلى أوه، هذا مستحيل. ماذا يحتاج الحساء؟ يحتاج إلى بعض من أتعلم؟ لم أعد أحتمل. سوف أذهب في نزهة حتى تكتشف أنت ماذا يحتاجه، وأنا جائع جدا. أسرع في هذا. لا يمكنني أن أعرف ما هو مكون أمي السري؟ لا أتذكر بالفعل. كان عليك أن تأخذ الوصفة. فعلت وأضعتها. لما لم تأخذها؟ فعلت وأضعتها. لما لم تأخذها؟ سوف أخرج من هنا. يا أفتقد أمي. عودي سريعا. أحضر لنا لفتة أخرى للطعام. حسناً. وهكذا ترك النيص أخيه ليطهو وذهب ليقتلع اللفت. وكان هناك حقل كروم بجوار حقل اللفت، سكنه أرنب منذ أيام قليلة. مرحباً سيد أرنب، أأنت جديد هنا؟ وماذا يعنيك أنت؟ هذا مضحك. مضحك جدا. هذا مضحك. مضحك. أنت لما فعلت هذا؟ القصير غاضب. أنت مسلي جدا يا قصير، أنا مستمتع. أنت توقف، ما مشكلتك؟ لا مشكلة، أنا قلق بخصوص مشكلتك. ماذا تعني؟ ساقك، هل سرت من قبل أن تقع وتتدحرج مثل الكرة؟ يبدو الأمر صعبا بتلك الساقين أيها القصير المتدحرج. حسنا، اكتفيت أيها الضخم. أيها المسكين، لا يمكنك فعل شيء بهذه الأشياء. حاولت حقاً ركلي بها؟ أكثر شيء مضحك. قد لا أتمكن من ركلك، لكن قد أغلبك في سباق. ماذا؟ أتتحداني أنا في سباق؟ حقاً يا قصير؟ أجل، أأنت خائف؟ مزحة جيدة، أعترف بهذا. إذن أنت خائف. أنت مجنون؟ أنا أخاف منك؟ أنا أسبق 100 مثلك، هكذا رأيت؟ هذا جيد، لكن ليس كافياً. لما لا تتدرب حتى أتناول غدائي؟ ثم سنتسابق من أول شجرة في الحقل إلى آخر شجرة في الحقل. ماذا؟ أراك بعد نصف ساعة.
بالتوفيق. إنه يحتاج إلى ما. أفعلت هذا حقا؟ أأحضرت اللفتة لنا؟ ماذا يحتاج الحساء؟ انسى الحساء، أمامي سباق. ماذا؟ أخبر النيص أخيه التوأم بكل ما حدث بينه وبين الأرنب. الأرنب شرير، ولكن كيف ستفوز في السباق؟ أنا لدي خطة. فكر النيص في خطة. وبالفعل تقابل النيص والأرنب عند الشجرة بعد نصف ساعة. لقد جئت في الموعد، هذا جيد. أنت مدرك أنه سباق جري بيني أنا الأرنب وبينك أيها المتدحرج؟ حسناً، إذن هذا الطريق لك وهذا لي، خذ موقعك. وابدأ. هيا استعد يا أرنب ويا قصير متدحرج. استعد أرنب قصير متدحرج. استعد أرنب قصير متدحرج. ابدأ. يظن أنه سيغلبني الغبي. لا يمكنني أن أراه. أأنت تبحث عني؟ أوصلت بالفعل؟ اعتقدت أنك سريع، لما تأخرت؟ مستحيل، نتسابق في العودة. حسناً. أخيراً وصلت، قلقت عليك. هذا مستحيل، سنعيد السباق. تزداد بطئاً في كل مرة، عليك أن تتدرب أكثر. أرى اثنين منه، ماذا يحدث لي؟ لقد قلت إنك ستغلب 100، والآن انهزمت من 2. أجل، أنتما توأم. هذا صحيح، لكن هذا غش. آسفان، لكنك كنت شريرا. أنت أقوى منا وأسرع، لكن لدينا إرادة أقوى وعقل أذكى. هيا خذ هذه، نحن آسفان. انتظر. هذا من حقلي، آسف أيضا. أتمنى أن تصبح صديقاي، وعدكما ألا أسيء لكما. ونحن أيضا. ونحن أيضا. هذا ما كانت تحتاجه. الكرنب، إنه مكون أمي السري. أجل، مكون أمك السري هو الكرنب؟ مكون أمي السري هو الكرنب. هكذا أصبح الثلاثة أصدقاء، كل شخص لديه شيء يجيده وشيء لا يجيده، لذا فعلينا ألا نغتر بمواهبنا أو نحزن بسبب ضعفنا.